الهدف من تنظيم هذه الندوة الصحفية عشية الإضراب الوطني العام في قطاع التربية الوطنية هو مرتبط أساسا بتسليط الضوء على مقتضيات النظام الأساسي الجديد. هذا النظام الأساسي الجديد الذي رفضته الجميع الوطني الموظف في التعليم، واليوم تعقد هذه الندوة الصحفية من أجل تسليط الضوء على المقتضيات والأسس اللي تبنى عليها هذا الموقف ديال الرفض، لأنه ماشي موقف فيه نوع من التهافت أو فيه نوع من المزايدة على وزارة التربية الوطنية أو على النقابات التي حاورت وزارة التربية الوطنية وأنتجت هذا النظام الأساسي الذي نعتبره فيه الكثير من التراجعات على المطالب التي رفعتها الكثير من الفئات يعني المتضررة داخل قطاع التربية الوطنية. كذلك هذا النظام الأساسي لم يستجب للثغرات التي سبق وأن أعلننا عنها منذ 2004، يعني منذ يعني المصادقة على النظام الأساسي ديال 2003 والمراسم التعديلية اللي لحقاته، وبالتالي احنا رصدنا أهم الثغرات والفجوات اللي وردت في هذا النظام الأساسي واللي سجلنا فيها على أنه لم يكن موحدا للمسارات المهنية، لأن مازال كاين واحد النوع من التفاوت، كاين واحد النوع من التجميع ديال الأطور، يعني لا تنصدم داخل مقاربة موحدة، كاين واحد النوع من التمييز على مستوى التعويضات، عطينا الأطر إدارية ما عطيناش الأطر إدارية، أقصينا الشغيلة التعليمية من 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 بعض التعويضات سواء كانت تكميلية أو كانت يعني أو كانت نظامية. كذلك عندنا واحد النوع من من من, من الإتقال ديال الكاهل ديال النساء ورجال التعليم بمهام جديدة ومتعددة، وللأسف أنها ستدخل في التقييم النهائي ديال النساء ورجال التعليم، وهذا التقييم النهائي سيكون له أثر على الترقية ديال النساء ورجال التعليم في الوقت اللي أن هذه المهام والتعدد ديال المهام سيعرقل أداء الوظيفة الأساس ديال الهيئة ديال التدريس اللي هي تدريس أبناء ديال المغاربة، بل بهذا المصطلح نقري ولاد المغاربة قبل ما ننشطهم قبل ما نديروا أي شيء آخر المهام اللي كانت في مجال التطوع. كذلك تنشوف بأن وزارة التربية الوطنية لجأت إلى توسيع ديال الوعاء ديال العقوبات والتشديد ديالها، بل وفصلها بمنطق المادة 4 من القانون ديال الوظيفة العمومية في الوقت اللي كنا تنطالبوا بأننا نفكوا الارتباط مع قانون الوظيفة العمومية على مستوى الترقية على مستوى الأجر على مستوى المهام على مستوى بعض المكتسبات اللي ممكن يجيبوها الشغيلة. وزارة التربية الوطنية تفكوا الارتباط بقانون الوظيفة العمومية فقط على مستوى تشديد العقوبات، وهذا اعتبرناه وقريناه على أنه نوع من التحكم الإداري المرتبط يعني بكل النقاش الذي أعقب المحطة ديال 8 شتنبير. أنا تنقول في شقة الاجتماعي وليس حتى في شقة السياسي، ولكن له تأثير في له تأثير لا محالة في ذلك. الأمر التالي هو أن هذا النظام الأساسي كان من المفروض فيه أن يحل أكبر الإشكالات المتواجدة بالقطاع، هو إنهاء حالة التناقض الموجودة بين الأساتذة النظاميين يعني الذين وظفوا على أساس المناصب القانونية المناصب المالية في قانون المالية، والأساتذة الذين فرض عليهم وأطر كذلك الذين فرض عليهم التعاقد. احنا تلقوا بأن هذا الإدماج الذي تم داخل النظام الأساسي ديال وزارة التربية الوطنية أدى إلى شيء، أننا تحولنا من موظف وزارة التربية الوطنية يتحولنا إلى موظفي قطاع التربية الوطنية، وأننا سننعت في طي هذا النظام الأساسي بالموارد البشرية. هذا نفهمه جيدا على مستوى التعديل مرسوم بقانون المحدث يعني المحدث يعني التعديل اللي وقع بمرسوم بمثابة قانون ديال المتعلق بإحداث الأكاديميات اللي جعل منها مؤسسة يعني زاد عزز الطبيعة المؤسساتية ديالها من كونها مؤسسة عمومية. بمعنى واش هاد المسألة ديال الموارد البشرية، هاد المسألة ديال إسقاط مفهوم ديال موظفي ألا يرتبط أساسا بالمفهوم ديال أننا صبحنا مستخدمين لدى الأكاديميات، وبالتالي باش ما نقولوا لا موظف لا مستخدم نهرب إلى الموارد البشرية. بمعنى اللغة القانونية اللي تصاغ بها هذا النظام الأساسي هي لغة فضفاضة وملتبسة، ماشي غير في هذا الأمر، هذا في الأمر حتى المرتبط كذلك بالحقوق والواجبات، ولينا تنهضروا على الضمانات والالتزامات، وهذه فيها نوع من اللغه التعاقديه اللي ما مطلوباش في الوظيفه العموميه، وهادشي تنفهموا يعني العمق والسياق والفلسفه اللي تتحكم هذا التحول في التدبير ديال الوظيفه العموميه في قطاع التربيه الوطنيه. كذلك ملي تجيو تلقاو بان واحد المجموعه من الفئات كما شرحنا انا ما تمش الحل ديالها، ما قدمناش حلول للزنزانه 10، ما قدمناش حلول يعني وان كانت ايجابيه ولكن غير منصفه في المساله ديال خارج السلم، ما قدمناش درجه جديده باش نحلوا المشكل ديال الاساتذه ديال الثانوي،
ما قدمناش حل يعني الاساتذه المبرزون، ما قدمناش حل للدكاتره ديال القطاع المدرسي، لان يعني ان احداث الاطار هو ما تيحلش المشكله ديالهم كما قلت انا في العلاقه بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي. ويبقى اكبر يعني الامور التي يمكن نسجلها في هذا الصريح يعني الوجيز والسريع هو ان وزاره التربيه الوطنيه في حاجه الى اكثر من ثلاثه ديال المراسيم تعديل، مراسيم ماشي تعديليه، مراسيم يعني اجرائيه وتطبيقيه لهذا النظام الاساسي، وفي حاجه الى اكثر من 20 قرار تنظيمي. بمعنى اليوم الترسانه ديال الاجراءه لا زالت في سلطتي وقرار وزاره التربيه الوطنيه، وهذا قد يخلق اشكالات كبيره جدا في المستقبل، وهذا سيؤثر على سيزيد من الاحتقان وسيؤثر على الاستقرار ديال المنظومه التربويه التكوينيه. وبالتالي احنا لما قلنا ان هذا النظام الاساسي ما تيحققش الانصاف، ما تيحققش العدل، ما تيوحدش المسارات المهنيه، لان المسارات المهنيه مازال مختلفه. راه ملي تلقاو مازال المساعد التربوي اللي تحدث في الدرجه 4 في الدرجه 5 و4 و3 و2 و1 وديك درجه 1 ما عمره غادي يوصل لها. ملي تلقاو مثلا التمييز الحاصل في التعويضات، تلقاو التمييز الحاصل كذلك في الترقيه بالشهاده، لاننا مكنا هيئه التدريس منها وما مكناش كافه المكونات الاداريه الاخرى منها. هذه كلها اشكالات تجعل من ان هذا النظام الاساسي هو مليء بالفجوات ولم يتجاوز المنهجيه التي تم رفضها في 2003. بمعنى نحن نعيد تكرار مأساة وتجربة نظام المآسي ديال 2003 الذي يعني فجر ما فجره من اكثر من 9 ديال المراسيم التعديليه اللي دارت في النظام الاساسي ديال 2003. علاش؟ لان انا ذاك السلطه التربويه ما كانتش تتصنت للنقابات، ما كانتش تتصنت لرافضي النظام الاساسي، انا ذاك اللي كانت مقدمته من جمعيه الوطن المنظم في التعليم، وسميناها هذاك في لغه الاعلام بثغره النظام الاساسي. بمعنى احنا اليوم ما تنزيدوش على وزاره التربيه الوطنيه، احنا اليوم قدمنا قراءة وهي قراءة انتقائية، وإلا أن القراءة التفصيلية مادة بمادة، وتندرسوا الآثار ديال كل كلمة وديال كل وضع مهني، وغادي نقدموا تصورنا الشامل لوزارة التربية الوطنية إلا كانت عندها الإرادة، ولهذه الحكومة كذلك إلا كانت عندها الإرادة الحقيقية باش أنها تجود هذا النص هذا. ومرة أخرى راه تنقول بأن كانت جرأة لوزير التربية الوطنية في إخراج هذا النظام الأساسي، رغم أن وجد عراقيل حكومية كبيرة في هذا الاتجاه هذا خصوصا على المستوى المالي، ولكن أن تنقول بأن هذه الفرحة لم تكتمل بإخراج النظام الأساسي، ولذلك نحن مضربون يوم 5 أكتوبر 2023، وليس فيه أي مزايدة وليس فيه أي ركوب، ولكن هي دعوة لوزارة التربية الوطنية باش تصحح المسار ديال النظام الأساسي. لأن من قبل كانت الجمعية الوطنية الموظفة في التعليم تتقول لهم صححوا، إلا رجعتوا البيانات ديالنا كنا تنقولوا صححوا مسار الحوار القطاعي، اليوم تنقول لهم صححوا المسار ديال 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 النظام الأساسي. وأنا تنقول الحكومة الحالية راه ما يمكن لهاش اليوم على مستوى سياستها الاجتماعية تعصف بالاستقرار الاجتماعي، وتنظن بان راه تحدث الامين العام على الوضع الاجتماعي المحتقن المرتبط بالقدره الشرائيه، المرتبط بغلاء منظومه الاسعار، وفي مقدمتها يعني المواد، اسعار المواد المرتبطه بالمعيش اليومي ديال المغاربه، وفي مقدمتها يعني الاسعار ديال المحروقات، ماشي مزايده، حنا تنعرفوا ولا تنقولها بشكل واضح، حنا تنعرفوا ماشي غير خنوش اللي هو تيساهم، ولكن هو اكبر مساهم في هذا الاتجاه هذا، وبالتالي من موقع هاد الفاعل الاقتصادي ومن المزاوجه ديالو الفاعل الحكومي خصو يتحمل مسؤوليته، ينفس شي شويه على المغاربه في هذا الاتجاه ديال الاسعار. وبالتالي ما غيمكنش اننا نديروا نظام اساسي، وان كان الحديث على 9 ديال المليار، راه 9 ديال المليار الا رصدناها او حتى 15 ديال المليار الا رصدناها يعني للنظام التربيه والتكوين المورد البشري باعتباره مدخل لتاهيل المنظومه التربويه والتكوينيه، هذا راه استثمار، راه ماشي ضياع ديال الاموال ديال المال العام. ضياع الاموال العام هي اللي ضاعت مع البرنامج الاستعجالي، اما 9 المليار ديال الدرهم راه الا استثمرناها في المورد البشري وصححنا الاوضاع المهنيه فتنضم. وانا تنعرف بان وزير التربيه الوطنيه خاض معارك في هذا الاتجاه، ولكن على الحكومه ان تتجاوب معه باش نوليو لواحد النقطه يعني كنقابات باش اننا نتفاوضوا حول التجويد ديال هذا النص ديال النظام الاساسي فعلا، ويمكننا نحتفلوا انذاك في 5 اكتوبر بعيد المدرس.